عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد كالعاده، ولكن الفيديو المره دي فيديو استثنائي لان في مشكله وفي ازمه وفي كارثه بانتظار الاهلي والزمالك، وبالتحديد جمهوري الاهلي والزمالك، ودخل معاهم اهلنا في الصعيد كمان، والناس كلها ساكته وما بتتكلمش. الناس مش شايفة شغلها يا معالي الرئيس ولا يا سيادة الرئيس، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نهاردة مصر على شفا قنبلة، واحنا مش ناقصين، كفاية علينا سد النهضة. يعني ما يحدث في الاعلام دلوقتي من قبل احد الاعلاميين او اشباه الاعلاميين، واللي متروك له المجال يعمل اللي هو عايزه، ده مش كده وبس، لا، ده القناة الرسمية الناقلة للدوري راحت جابته كمان، غير ان هو شغال في قناة نادي، راحت جابته عشان تفتح له هوا اكتر، عشان يطلع يشعل فتنة اكتر، وشغلته كمان في الراديو. يعني اصبح بيطلع بالليل ساعتين تلاتة ما يستكفيش، لا الفتنة ما كفتوش، لا نبدأ نخش على الراديو بالنهار برضو من الساعة 11 للساعة 1، ساعتين بس سموم وفتن وتعصب بين الجماهير. أين دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟ أين أنتم؟ فينكم؟ محدش شايفكم. فين تقارير لجان المراقبة والرصد؟ أنا عندي شخص النهاردة ليل نهار شغال على إشعال الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك. والله العظيم شهادة هتحاسب عليها قدام ربنا، ودي رسالتي، واللي عايز يفهم. لو اشعلت نار الفتنة بين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك، ما حد هيقدر يطفي الفتنة دي، ولا نار الفتنة اللي بيتم اشعالها من هذا الشخص القذر. انا اسف بقى في الالفاظ. النهاردة لما يطلع هذا الشخص ليل نهار على الاذاعة وعلى التلفزيون يقول لك الاهلي بيرش الحكام، الاهلي بيكسب بطولاته بالحكام، شويه شويه لا ده الاهلي كمان مش بس بيرش الحكام، لا ده بيرش الانديه. بيرش الانديه. وصلت الى ان هذا السفيه، هذا الشخص غير السوي، اللي اكيد لو تم الكشف عليه هتلاقيه مريض نفسيا، لان ما يعملش بني ادم عاقل يعمل كم الفتن دي كلها. ده بني ادم كانوا بيرضعوه هو صغير، مش لبن رضاعة، لا ده كان بيرضع فتنة، كان بيرضع تعصب. يعني لو ألد اعداء مصر فكر يضرب مصر من ناحية الفتنة، والله ما هيلاقي اكتر من هذا بلية الدلدول انه يعمل هذه الفتنة. ده بقاله اكتر من 20 سنة شغال عليها، والناس سايباه. بدأها بفتنة نادي القرن، وطلع جيل كامل من المعاتيه اللي مصدقين فكرة ان لقب نادي القرن اتخذ منهم غصب عنهم، وان اتخذ منهم سرقة، وان الاهلي عمل قصر لعيسى حياته مش عارف في الكاميرون، وعمل قصر لعيسى حياته مش عارف فين، واداله فيلا في القاهرة. طلع جيل كامل، تخيل 20 سنة عمال بتشحس في الناس، والناس لما بتيجي تتكلم تقول لك يا عم انت بتردد كلامهم ليه؟ ايوه بردد كلامهم، ولازم ارد على كلامهم، لو ما تردش عليها يطلع جيل تاني وتالت ورابع يصدق الكلام بتاعهم، لان محدش ردهم. ما هو لو كل كذبة هتترد عليها هيبقى في ناس بتسمع ده وتسمع ده، انما البني ادم الكذاب لو سبته يكذب على طول الطريق ومحدش بيعترضه، الناس اللي بتسمع هيقول لك دي حقيقه وامر واقع، والدليل ايه يا فندم؟ ان محدش بيرد. ما هو لو انت ده مش كذاب كان حد طلع رد عليه، انما محدش يرد يبقى الكذب يمشي ويصبح حقيقه. النهارده في كلام بيتردد بقوه داخل نادي اسوان واداره اسوان واهلنا في الصعيد. أهلنا في الصعيد، بوابة مصر الجنوبية، أهلنا في الصعيد وفي أسوان. واللي ما يعرفش يعني إيه صعيدي يبقى معلش، يعني ما يعرفش حاجة عن الرجولة ولا الشهامة ولا النخوة، اللي أكيد بلية الدلدول اللي مراته قالت له في لايف قدام الناس، قالت له أنت ما أنتش راجل،
قالت له انت مش راجل. فقال لها تصدقي قولا واحدا بجد بجد، واخد بالك؟ فانت تيجي تتكلم على اسوان ونادي اسوان ان الاهلي عرض عليهم فلوس، انه ياخدوا فلوس عشان يفوتوا الماتش للاهلي، وبدل ما يلعبوا في اسوان ييجوا يلعبوا في القاهرة، وتبقى الاقامة على حساب الاهلي والانتقالات على حساب الاهلي وايجار الملعب على حساب الاهلي، ومش بعيد يديهم كمان بوكيت ماني عشان يلعبوا الماتش. النهاردة في كلام بيتردد بقوة ان معالي اللواء احمد مصطفى رئيس نادي اسوان بصدد تقديم شكوى للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ضد قناة البليلة والإعلامي القذر بلية الدلدول اللي بيتهم أشرف ناس في مصر سواء كان الأهلوية أو إخواتنا في أسوان، الناس الطيبين بيتهمهم في أمانتهم، بيتهمهم في شرفهم. ما هو كون إنك تقبل إنك تبيع ذمتك يبقى أنت ما عندكش شرف. بلية الدلدول مفكر ان كل الناس زيه، بلية الدلدول مفكر ان كل الناس شبهه، ممكن يبقى رخيص يقبل اهانة ابوه. خلي بالك بلية الدلدول قبل كده ابوه اتشتم قدامه على الهوى من رئيس نادي كبير في مصر على الهوى في مداخلة هاتفية، ما قدرش يقول له انت بتقول له ايه او بتقول ايه على بابا. ابوك مخلفش راجل يا بلية، لان ابوك لو خلف راجل كنت عرفت ترد على اهانة ابوك. لو ابوك مخلف راجل مش هتغلط في احسن ناس اسيادك اهل الصعيد اسيادك، بقولها تاني اهو، وتغلط فيهم. بلية الدلدول اللي بيقولك النهاردة ايه؟ قالك احمد مجاهد ده شخص اهلاوي، احمد مجاهد اتفق مع الاهلي وراح قعد مع كابتن الخطيب وسيد عبد الحفيظ واتفقوا على انهم مش هيلعبوا في اسوان وهيلعبوا هنا عشان الحر والكهرباء، والاهلي هيدفع معسكر اسوان وتمن الملعب. ما هو اصل احمد مجاهد اهلاوي. تخيل بعد اللي بيحصل من مجاملات ومباريات بتتحسب كده بالهوى ونقاط بتروح يمين وشمال ونقاط بتروح من النادي الاهلي، يطلع بلية الدلدول يقنعك ان احمد مجاهد اهلاوي وان احمد مجاهد راح قعد مع الخطيب وسيد عبد الحفيظ والاهلي اقنعه انه ينقل الماتش من اسوان للقاهرة، في حين ان الحقيقة بتقول ان اسوان قدم طلب رسمي ينقل كل ماتشاته، عنده 5 ماتشات تقريبا او 4 في اسوان هينقلهم كلهم لبترو سبورت بسبب موضوع الكهرباء وبسبب موضوع درجات الحرارة. ليه بقى دخل اسم النادي الاهلي؟ لان بلية الدلدول ده بني ادم مريض، مريض نفسي. لكن السؤال، هل الدولة المصرية العظيمة بمؤسساتها العريقة هتسيب هذا الشخص الوضيع انه يعيس فسادا وينشر الفتنة بين اكبر جمهورين في مصر؟ هل هنستنى لما نلاقي 70% قدام 30% بيخبطوا في بعض وبيضربوا في بعض؟ اللهم بلغت، اللهم فشلت. تعال نروح لعمنا باتريس كارتيرو، في حملة تطفيش لباتريس كارتيرو. حملة التطفيش بدأت بسبب موضوع الصفقات. بصوا يا جماعة عايز اقول لكم على حاجة، في موضوع الصفقات ده بيبقى فيه يعني حتة سبوبة كده لقمة بقلاوة، وبتحصل في أندية كتير بالمناسبة، يعني مش نادي بعينه، بتحصل في أندية كتير. إن إحنا اللي هنجيب اللاعب من النادي الفلاني الفلاني وهنتكلم مع اللاعب ووكيله، طب إحنا هيطلع لنا مصلحة 5% 10% من العقد، طب هناخد 200,000 300,000، طب هناخد كذا، طب خلاص هنجيب لاعب تاني وهنتفق معاه مش عارف إيه. فبيبقى فيها لقمة طرية ويبقى فيها سبوبة، إلا ما رحم ربي، أنا ما بتهمش حد، إلا ما رحم ربي. الراجل الديك الفرنسي طالب أسماء بعينها، الطبيعي في أي نادي محترم إنك توافق طالما اللعيبة دي في المتناول ومش هتكلفك حاجة تجيبها. لكن هناك بعض الأشخاص، مش هقول أسماء، مش هقول لك رؤى، مش هقول لك الراجل الجون اللي كان بيخش فيه الكره من نص الملعب، مش هقول لك الكلام ده، لكن هقول لك ان هناك بعض الاسماء
عايزة تطلع بمصلحة. فاكرين موضوع سانت تيان الفرنسي اللي قالك في سبوبة وفي مصلحة؟ في ناس عايز تطلع بمصلحة من موضوع الصفقات. هو انت فكرك قبل كده رئيس النادي او رئيس احد الاندية السابق لما كان بيجيب كل موسم 18 لاعب، هو كان بيجيب كل موسم 18 لاعب ليه؟ عشان يكسب بطولة؟ والله تبقى طيب. لا يا فندم، كل لاعب في سبوبة شكل، سبوبة فلوس، سبوبة مصالح، سبوبة أراضي، كده كده منخلص يعني. فأنا بقول لك كارتيرون سيتم تطفيشه إذا ما وافقش على اللعيبة اللي معروض عليه. الزمالك سيخسر الدوري وسيتم إقالة باتريس كارتيرو. ليه بقى؟ الله أعلم، أنت بقى فهمها براحتك، دي حاجة ترجع لك أنت. طيب تعال نروح لموضوع آخر بالنسبة لي كابتن ميدو. كابتن ميدو قال لك حاجة جميلة جدا، يعني ميدو عايز يبين للناس انه هو على علاقة بلعبة الاهلي وانه بيكلم لعبة الاهلي، في حين ان لعبة الاهلي اصلا المفروض دخل معسكر مغلق عشان مباراة افريقيا. فقال لك ايه؟ قال لك انا اتأكدت النهاردة من واحد من لعبة النادي الاهلي ان لو الماتش انتهى بالتعادل هيلعبوا ضربات جزاء. والله العظيم تلاتة انت برنس. عزيزي المشاهد الاهلاوي المحترم، موضوع ضربات الجزاء والاشواط الاضافيه ده احنا قايلينه بقالنا 4 ايام. الموضوع مش محتاج انك تتصل على لعيبه الاهلي، ولكن قد يكون من وجهه نظر ميدو انه عايز يوصل للناس انه انا اعرف لعيبه الاهلي وبتكلم معاهم ومخترق اخبار النادي الاهلي ومخترق فرقه النادي الاهلي واعرف اجيب يعني اسمها ايه دبة النملة من جوه النادي الاهلي. فانا بقول لك يا ميدو اللائحة موجودة حبيبي بقالها 4 ايام او 3 ايام على موقع الاتحاد الافريقي، لو كنت تعبت نفسك ما كنتش طلعت بالموضوع ده. طيب تعال نروح لموضوع اخر. عيب قوي، عيب قوي كابتن حسين لبيب، مساء الفل عليك اولا، وبقدم لك كل احترامي لشخصك الكريم المحترم، دايما انا بحترمه والمهزق برضو بحترمه، لكن حسين لبيب بأمانة ربنا والله شخصية محترمة. لكن يا كابتن حسين يا لبيب، النهاردة لما تنزل أو يتقال في إحدى جروبات الكلاب هاوس والسوشيال ميديا الزملكاوية تشير إن حسين لبيب هيكون موجود معانا على الكلاب هاوس ويتكلم ويتسئل ويجاوب، مع احترامي الكامل كابتن حسين لبيب، أنت رئيس تاني أكبر نادي في مصر، أنت رئيس تاني أكبر نادي في أفريقيا والوطن العربي، لا يصح إطلاقا أن رئيس نادي الزمالك بجلالة قدره يبقى في المتناول كده ومتاح لأي حد يخش يتكلم معه على الكلاب هاوس. استحالة استحالة، رئيس نادي الزمالك ده له مكانته، ما ينفعش تخش على كلاب هاوس زيك زي الجرجيري زي مش عارف مين زي مين زي مين وتخش تدلو بدلوك، ما ينفعش. في حاجة اسمها متحدث رسمي. هل حضرتك بتشوف كابتن يا جدعان اتعلموا من الخطيب، والله العظيم مش عيب، والله والله مش عيب انك تجيب الكابتن الخطيب كده وتقول له يا كابتن انت بتعمل ايه علمني، او بص عليه وتعلم. هل الخطيب بيخرج في قناة الاهلي نفسها؟ لا، ده فين وفين 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 وفين، يعني قناة الاهلي بقى لها حوالي 11 سنة 12 سنة، الخطيب ما طلعش فيها مرتين. عمرك سمعت ان في عضو، مش هقول لك رئيس نادي اهلي، عضو مجلس ادارة طلع في كلاب هاوس دي؟ مش هتسمع. ليه؟ لان الاهلي له قيمته ومكانته، الاهلي له رونقه. لو عايز تسأل اي حاجة في عندك متحدث رسمي، في مركز اعلامي في النادي الاهلي، لكن رئيس النادي الاهلي ده مليون خط احمر. واحد هيقول لي لا يا عم ده نوع من انواع التواضع، انت مش فاهم حاجة. لا يا باشا، تواضع ايه؟ احنا نهزر مع بعض؟ تواضع ايه؟ في حاجة اسمها برستيج المنصب، برستيج المنصب، ما فيش حاجة اسمها تواضع في الحاجات دي. امشي في وسط نادي الزمالك وسلم على ده وتصور مع ده وتصور مع ده، ده تواضع، ده تواضع. انما انا اخش على كلابها، طب افرض هقول لك سؤال، افرض مشجع من المشجعين للاندية التانية دخل شاتمه، ها هيبقى ايه الحال؟
مش هيبقى اسمها إهانة رئيس الزمالك؟ ولا إيه رأيك؟ هيبقى يرد إيه ساعتها رئيس الزمالك؟ هل هيرد؟ ولا هيكنسل؟ ولا هيشتمه؟ ولا هيعمل إيه؟ عيب يا جماعة. كابتن حسين لبيب أنت قيمتك أكبر من كده والله العظيم. أنا متوسم فيك كل خير بالمناسبة. لكن ما ينفعش الكلام اللي طلع اتقال، وأتمنى إن الكلام يكون غلط. ما أتمناش النهاردة أو بكرة الصبح أشوف تسريبات لحسين لبيب على كلاب هاوس. عيب. عيب كابتن حسين لبيب رئيس تاني أكبر نادي في مصر. طيب. تعال نروح للخرم مصطفى تونس. يعني أنا والله العظيم ثلاثة يعني أنا تعبت. يعني لما واحد زيك في كمية الحرقان والغليان من النادي الأهلي بالشكل المقرف، والله العظيم شكل مقرف. يعني إيه حضرتك تطلع تتكلم في التلفزيون في أحد البرامج وتقول الزمالك أفضل لعيبة في مصر على مر التاريخ؟ يعني إيه؟ أمال البطولات اللي الأهلي حصل عليها دي حصل عليها إزاي؟ الإدارة ليها دور والمبادئ والنظام ليه دور، لكن أكيد لو أنت ما عندكش لعيبة كويسة أكيد مش هتكسب بطولات. والدليل إن إحنا كان في سنوات عجاف بتعدي على النادي الأهلي ما بكسبش البطولات. لكن لازم يطلع الخرم عشان يكسب ود الجمهور المنافس اللي طلع قبل كده وقال الأهلي أكبر مفسدة في مصر. وهنا أنا بطالب كابتن محمود الخطيب الرئيس المحترم والأسطورة والرمز للنادي الأهلي للمرة 10,000 يا جماعة، إمتى هناخد موقف ضد الكلاب الضالة؟ أنا أعرف الكلاب الضالة دي يا فندم، عشان ما حدش يقول له النبي أنت مالك يا عم بتتكلم ليه. الكلاب الضالة دي يا فندم ما ينفعش تسيبها تهوهو. الكلاب الضالة دي بتروح مكلم شرطة الكلاب ولا صيادين الكلاب، بيجوا تخ 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 بيلموا الكلاب ويمشوا. تتلم، ما ينفعش سيبها تنبح عليا ليل نهار، انت كده بتشجع الكلاب التانية. واحد زي الخرم ده لازم يتشطب من النادي الاهلي شطب. وعلى فكرة والله العظيم عدد كبير جدا 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 من اعضاء الجمعية العمومية في النادي الاهلي والله مقدمين طلبات لكابتن بيبو، سواء كان رسمية او شفهية. يا كابتن بيبو هذا الشخص بيسيء للنادي الاهلي، بيسيء لإدارة النادي الاهلي. يعني ايه يطلع يقول الاهلي اكبر مفسدة في مصر؟ يعني ايه يطلع يقول اصل لعبت الاهلي في الناشئين اللوم حلوة بيلعب واللوم وحشة ما بيلعبش؟ يعني ايه؟ ألم يحن الوقت لشطب هذا الشخص؟ ألم يحن الوقت لمحاسبة كل المضللين والمزيفين والمتآمرين على النادي الأهلي في إعلام العار؟ أتمنى يكون في رد من النادي الأهلي قبل ما أموت. خلصت أخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. أكيد أستنى كل آرائكم وتعليقاتكم. شكرا ليكم. سلام عليكم.